اهلا بكل اللي بيشوفونا على شاشه اكسترا نيوز في كل مكان. حلقه جديده من حلقاتنا في شهر رمضان الكريم من الابداع في مصر. مسلسلات دراما رمضان السنه دي بتتميز بمزيج من التنوع والتشويق والحركه وكمان الكوميديا، ده بجانب جرعه من المسلسلات الاجتماعيه والتاريخيه. هنا في الابداع في مصر هنتابع المسلسلات بكواليسها واحداثها، وهيكون معانا لقاءات خاصه جدا من داخل كواليس تصوير المسلسلات. ولسه مكملين معاكم لقاءاتنا من داخل كواليس تصوير مسلسل حق عرب، واللي بتدور احداثه في منطقه الجماليه، وفي كم كبير جدا من التشويق والاثاره بسبب اللي بيواجهه عرب السويركي من ازمات ومشاكل في حياته، واللي بتطرده من الماضي اثناء بحثه عن الحقيقه وعن اسباب قتل باباه. مسلسل حق عرب بطولة النجم الكبير أحمد العوضي، ومعاه النجوم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، وكمان أحمد صيام، وسلوى عثمان، ووفاء مكي مع أحمد عبد الله محمود. المسلسل من تأليف محمود حمدان، والإخراج لإسماعيل فاروق، والإنتاج لشركة سينرجي.